وانت شغلت الـ AWT بتقدر تستغل منها حاجات جي باتون، او بتقدر تعمل بانل او تكست فيلد او ليبل وهكذا. فهو كل الموضوع كان مهمتك انك بس بتفهم الدوائر والميثودز اللي متوفره لك دي، متوفره لك في انهي كلاس، متوفره لك ازاي، ما بتقدر تستعمل منها اوبجكت ازاي الكلاس ده، هي بتقدر تستخدمها في انهي سياق، وبناء عليه انت بس بتفهم الميثودز دي شغاله ازاي، وبعد كده تقدر تكتب الكود بتاعك بمنتهى السهوله. حتى مش مهم تعرف داخل الميثودز ديت التفاصيل الموجوده ايه. طيب النهارده ايه اللي هيتم بقى الجديد في الموضوع؟ من ناحيه المفاهيم بتاعت البرمجه الكلاس والكلام ده تقريبا ما فيش اي جديد خالص، هي معلومه واحده اللي احنا محتاجين نعرفها. احنا هنرسم فين؟ شغل الجرافيكس اللي احنا هنعمله دوت او الرسومات يعني اللي احنا بنعملها دي بتتعمل فين؟ بقى عندنا بانل، احنا اتفقنا ان الفريم ده اللي ايه؟ النموذج الكبير اللي هو فيه علامه الضغط والتكبير والتصغير والكلام دوت، ده الفريم الاطار الايه؟ الكبير اللي كان بيطبق الفورم في الفيجوال بيزك. قلنا ان انا ممكن اعمل فيه باكجز او اغلف مجموعه كومبوننتس كده اعملها كمكون واحد ده عن طريق حاجه اسمها البانل او الجي بانل بتاعتنا في الجافا. النهارده هنستدعي فكره ان البانل اللي احنا عملناها قبل كده، وهنستخدم البانل دي بدل ما ان احنا كنا بنجمع بيها شويه كومبوننتس هنرسم على البانل دي. هي دي المعلومه الوحيده جدا، ان احنا من خلال البانل اللي عندي هقدر ارسم الاشكال اللي انا عايز اعملها. الاصل حاجه واحده بس، الشكل اللي بيترسم قدامي هو الخطوه بتاعي. يعني مبدئيا عشان نراجع على الكلام اللي فات، انا مش هعمل اي معلومه جديده، انا عايز بس نتعلم نرسم الاشكال بهي ازاي وباي طريقه. هو ده اللي احنا هنعمله النهارده، الاشكال الجرافيكس اللي بتتعمل ازاي. نعم ارقام وظبطت كده وخلاص الموضوع سهل ان شاء الله. طيب خلينا نراجع الكلام بتاع زمان. انا اول خطوه كنت بعمل ايه؟ بعمل فريم يا جماعه، فريم فاضي. فهعتبر ان انا لسه بادئ المشروع، فاتح المشروع جديد خالص. نسمي مثلا المشروع بتاعنا جي او اي تريننج ولا حاجه، فهعمل مثلا ادي البروجكت بتاعي الباكج بتاعتي اسمها جي او اي تريننج. عندي الكلاس الرئيسيه اللي هيبقى فيها المين يعني اسمها ايه؟ هقول مثلا بابليك كلاس. انا ما هو بيحب يستخدم كلمه تيست ديت في المرجع عشان يعرف ان الكلاس اللي فيها المين زي ما اتفقنا قبل كده. ايه الجديد؟ حتى الان اللي احنا هنعمله دلوقتي مفيش فيه اي جديد. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل فريم فاضي وبعد كده يقلها. طيب الفريم الفاضي ده هعمله ازاي؟ انا هنا في المين دلوقتي بابليك ستاتيك هوي مين بابليك ستاتيك حاجه جواها مش مشكله مش هبعت لها ولا كلمه صح. ماشي هنكتب بقى الكود بتاعنا بتاع ايه؟ الفريم. عادة يعني ما كنا احنا بنحب نعمل ايه؟ نعمل الفريم كلاس معدله، يعني بعمل فريم على مزاجي من الاخر، صح؟ مش هو ده كان الموضوع؟ ماشي. انا كنت بعمل جي فريم اف بيساوي نيو جي فريم، خلينا على دي. وكنت مثلا هسمي الفريم دوت ماي فريم. وبعد كده هقول له مثلا عايز اظبط التايتل بتاعه، او هو التايتل ماي فريم خلاص نظبط السايز بس بتاعه سيت سايز اخليه مثلا 250 في 300 اي سايز انا شايفه مناسب طبعا بالبكسل. بعد كده مثلا ظبطت اللوكيشن بتاعه، ممكن اقول سيت لوكيشن الكلام اللي احنا ايه؟ سيت لوكيشن مودي له الاحداثيات بالاكس والواي زي ما عملنا هنا، او في داله كانت مخصوصه كده اسمها سيت لوكيشن ريليتيف تو ديت كنت ايه؟ لو بديها نل كانت بتظبط الفريم بتاعي بقى في نص الشاشه. كان في حاجه اسمها سيت ديفولت كلوز اوبريشن. ايه مهمتها ديت؟ مهمتها اني لما اضغط على علامه الغلط البرنامج يترمينيت تماما في البروسيسور ويقفل، ما يفضلش راننج في النت بينز او ده مش شغال، هو البرنامج اتعمل كومبايل وبقى شارب فايل يعني. فكان بتاع الكلام ده في الثابت اللي فيه اسمه ايه؟ جي فريم دوت اكزيت اون كلوز. بعد كده اظن ما عادش فاضل يعني في التفاصيل الرئيسيه دي اللي انا اعمله فيزابل اخليه متشاف وكان بينتهي الموضوع عادي. اللي انا عملته ده كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل لي فريم فاضي حجمه 250 في 300 متظبط على نص الشاشه لما اضغط عليه علامه الضغط ينطفي وظهر في البدايه اليوزر. ده كان الكلام الايه؟ القديم. مشينا خطوه شويه
هو كان عايز ايه؟ عايز فريم معدل. يعني ايه فريم معدل؟ يعني فريم دماغي شويه، هعدل فيه شويه حاجات، هضيف شويه بطنز، هعدل فيه شويه بطنز، احط فيه لي او سكريبت بتاع، عايز اغير شكل الفريم. فلو تطورت بسيطه خلاص نشيل كلمه جي فريم ديت وهسميه مثلا اديتد فريم او اكستندد فريم. المهم فريم جديد يعني اكستندد فريم، وهنا هقول هنا اكستندد فريمز. اكستندد فريم دهوت، اكستندد فريم ده اسم كلاس جديد. طيب معلش احنا عاده بنسمي كلاس الفريم بنسميه بنفس اسم البروجكت، يعني توصيل بس، بدل ما نعمل كلاس جديده في ملف جديد يعني. فاحنا هنسميه هنا بعمل كلاس جديده دلوقتي، وهقول هنا نيو جي او اي تريننج. بس ايه اللي انا عملته دوت؟ ما عملتش اي حاجه، جاي اني جبت كلمه جي فريم وكتبت نفس اسم الكلاس اللي فيه المين، والكلام ده ايوه مظبوط. يعني هل ممكن دوت يعمل لي فريم زي ما كان الجي فريم بيعمل لي فريم؟ لو تفتكروا قلنا لا، لازم عشان نستخدم الحاجات اللي جنبه افراد الجي فريم لازم اقيسه الاول. فهيكستند الجي فريم في الطريق بتاعي كده، كده انا ورثت الجي فريم. قلت ملحوظه بس عشان ايه نفضل فاكرين، انا بعت داله البناء بتاعت الجي او اي تريننج تيست السلسله حرفيا. يبقى انا مبدئيا لازم اعمل داله بناء اسمها جي او اي تريننج تيست. الداله ديت بتاخد سلسله حرفيه، يعني هتاخد سترينج اس مثلا. طب ايه تعمل ايه السلسله الحرفيه ديت اللي هي واخدها؟ تبصيها للبيرنت بتاعها اللي هو ممارسها، وبناء عليه الجي فريم ده هيتولى مهمه انه يعمل لي فريم بالعنوان اللي اسمه ماي فريم. فهنا مثلا لو قلت سوبر اوف الاس يبقى انا ايه؟ بصيت له السلسله الحرفيه اللي بعتت لي اللي اسمها سترينج. ايه اللي انا عملته دلوقتي؟ ما عملتش اي حاجه غير اني شلت كلمه جي فريم، سميت جي اي تريننج تيست وخليته الجي اي تريننج تيست ده يورث الجي فريم. وهنا بقى في داله البناء ممكن اغير في الفريم، اعمل فريم بالمواصفات اللي انا عايزها والشكل اللي انا حابب اتعامل معاه. ده كان الشغل بتاع المره اللي فاتت. حتى الان انا عامل فريم فاضي كده. الجديد بقى اللي احنا هنعمله النهارده، الجديد ان انا ممكن اضيف له بانر. طيب مش جديد قوي، ما انا كنت بضيف له بانر عادي قبل كده. لا، اضيف له بانر على مزاجي برضه. يعني ايه بانر على مزاجي؟ يعني بانر بس متعدله شويه. بانر مرسوم فيها رسمه، بتعدل عليها بحاجه. ايه البانر الجديده ديت؟ انا كان عندي البانر القديمه اللي هي الجي بانر عادي، اللي هي الجي بانر بي 1 بيساوي نيو جي بانر زي ما كنا بنعمل قبل كده. طيب ايه البانر الجديده ديت؟ انا هعمل حاجه اسمها دروينج بانر، كلاس جديده خالص هسميها دروينج بانر. يبقى هعمل كلاس هسميها دروينج بانر. ايه مهمتها الكلاس دي؟ ملهاش اي مهمه غير انها تنفذ لي الحاجات اللي كانت بتنفذها الشي بانر بلس حته زياده شويه. طيب يبقى انا عندي دروينج بانر هتنفذ لي اللي كانت بتعمله الشي بانر وحته زياده، معنى انها هتنفذ نفس اللي كان بيعمله الجي بانر. اول حاجه افكر فيها ايه؟ وصف. هاكستند الجي بانر، يبقى انا عايز اعمل اورث الجي بانر. ماشي. عشان بس ما انساش، ادام استخدمت جي بانر وبستخدم جي فريم قبل ما انسى، اعمل امبورت للحاجات بتاعتهم من الباكج اللي اسمها سوينج امبورت جافا دوت اي دبليو تي دوت ستار وامبورت جافا اكس ديت بوك سوينج. طيب انا لحد دلوقتي عملت ايه؟ ولا اي حاجه. انا عملت كلاس جديده شبه كلاس البانر بالظبط، بس هزود فيها شويه حاجات بالشكل اللي انا شايفه مناسب. طيب عايز منها ايه؟ من الكلاس دي انا عايز الفريم دهوت يبقى فيه بانر من النوع اللي اسمه جي بانر. سهل. انا عندي الجي بانر ديت جواها ايه؟ مش جواها اي حاجه، يبقى جواها مثلا جواها كونستراكتور ستار. عامل كده. كونستراكتور ستار ده بيعمل ايه؟ بينادي البيرت السوبر بتاعه. اول حاجه فيه هيروح المنيه دي السوبر. هو مين السوبر بتاعه؟ اللي الكونستراكتور بتاع الجي بانر، البيرنت بتاعه. يبقى لما اجي اقول لك بقى هنا، لما اجي اقول لك عند الجي فريم بتاعي، انا عايز اعمل في الفريم بتاعي بانر. عايز تعمل بانر عاديه ولا بانر بمواصفات خاصه؟ بانر بمواصفات خاصه، ايه المواصفات الخاصه؟ هبقى اقسم عليها بعدين هقول لك، بس مبدئيا البانر بتاعتي
غير البانل العادية. يعني مش هتقول لي جي بانل بي واحد بيساوي نيو جي بانل، لا انا عايز بانل شوية ايه مميزة عن كده. طيب البانل اللي انت عايزها مميزة عن كده شوية اسمها ايه؟ اسمها دروينج بانل. بس اي اسم تسميه زي ما انت عايز، اسميها مثلا دروينج بانل، دروينج بانل. ايه اللي انا عملته لحد دلوقتي؟ ما عملتش اي حاجه. جروينج بانل ديت استبعدت الكونستراكتور بتاعها، وهو تخيل استبعد الكونستراكتور بتاع الجي بانل، يعني كاني من الاخر سميت اسم مستعار كده للجي بانل، سميتها جروينج بانل. حتى الان ما عملتش دي. هات بقى البانل بتاعتك ديت، وايه؟ عايزك تضيفها لي الفريم. فريم ايه؟ الفريم اللي اسمه جي او اي تريننج ديسك، الفريم المتعدل يعني صح؟ يبقى انا عايز اضيف البانل اللي انت عملتها دي. هي البانل دي فيها حاجه اصلا؟ ما فيهاش حاجه، هيبقى فيها دلوقتي هنعدي عليها براحتنا. مش هي بس كل مواصفات البانل؟ يبقى تورس القابليه للتعديل وان انا اسمع عليه تمام؟ يبقى احنا بس هنضيفها وهنعدل فيها دلوقتي. انا حتى الان مفيش اي جديد غير ان انا سميت البانل باسم تاني، بانل تانيه لها كل خصائص البانل وهعدل فيها شويه حاجات. ماشي لحد بس عايز ارسم شويه رسومات. طيب هل في حاجه جاهزه دلت رسم جاهزه تمكنني ان انا اعمل رسومات؟ انا شايف ايه؟ شايف كلاس جديده اسمها جرافيكس، الناس اللي مركزه شايفه كلاس جديده اسمها جرافيكس، وجواها حاجات كتير تنفع للرسم، يعني جواها البوتنشال او الامكانيه انها ممكن تنفع للرسم. يعني فيها سيت كلر اظبط واظبط اللون، فيها درو لاين ارسم خط، درو ريكتانجل ارسم مستطيل، اقدر اقفل ريكتانجل ارسم مستطيل بس مظلل، هعمل ارك قوس، هعمل بويدون اللي هو مطلع، كل حاجه تقريبا انا ممكن اقسمها هقدر اقسمها من الكلاس اللي اسمها جرافيكس دي. يعني لو انا عندي اوبجكت من الكلاس اللي اسمها جرافيكس دي هقدر ارسم الشغل بتاعي. طيب بس كده اوبجكت؟ لا، الاوبجكت ده لازم يكون مخدوم بلاير يدعمه الجافا بعمال. يعني ايه؟ يعني لازم لو هتستخدم الاوبجكت ده استخدمه بالطريقه اللي الاي بي اي قالت لك استخدمه بيها. بمعنى الاوبجكت بتاع الجرافيكس دوت احنا عايزينه يعمل ايه؟ عايز استخدم الاوبجكت دوت اني ارسم رسومات على البانل. خلاص يبقى جوه البانل ديت في داله اسمها بروتكتد فويد بيت كومبوننت، وتاخد ارجيومنت اسمه جرافيكس جي. طيب ايه ده بقى؟ دي داله موجوده اصلا جوه الجي بانل، داله ابستراكت كانت موجوده في الامبلمنتيشن بتاع الجي بانل، وانا جيت عملت لها اوفر رايت. يعني ايه عملت لها اوفر رايت؟ يعني هرجع اكتبها من تاني، هرجع ارسمها من اول وجديد، هعمل دله البنت كومبوننت ديت هروح ارسمها من البدايه خالص تاني. طب ليه بعمل كده؟ الداله ديت كان مهمتها في الداله الرئيسيه انها ترسم البانل فاضيه خالص. طب انا عايز ايه بقى؟ انا مش عايزها فاضيه، انا عايزها جواها حاجه اللي هقول لك عليها. يبقى انت مش مجرد ترسم لي كيان فاضي هفرح المبالغ، لان قبل كده كنت بنبسط بالبانل الفاضيه ليه؟ كنت بجمع جوا شويه كومبوننتس. دلوقتي انا مش مجرد شويه كومبوننتس، تعالى احضر في الفات دلوقتي مش مجرد شويه كومبوننتس، انا عايز رسم. طيب انا شايف ان الداله ديت فيها ريفرنس او فيها حاجه تنتمي للكلاس اللي اسمها جرافيكس، ريفرنس اسمه جي. الجي دوت بقى انا هقدر استخدمه في ان انا ارسم الكلام اللي انا عايزه. يبقى اللفه كلها من الاخر عملت بانل سميتها بالاسم اللي انا عايزه، استخدمت داله ابستراكت هو وفرها لي جاهزه، وقلت ايه؟ الداله اللي انت عملتها لي ديت اللي اسمها بيت كومبوننت حتى من اسمها كانت مهمتها انها ترسم الجي بانل البانل فاضيه تمام؟ دلوقتي لا انا عايز اضيف لها شويه مهام زياده. اول مهمه عايزين نعملها ايه؟ هنرسم مستطيل. انا مش رسم مستطيلات، انا عارف ان الجي دهوت اسم الكلاس اللي هستخدمه في الرسم،
انا ما اعرفش الصفحه ازاي ارسم مسامير. حد كده يبص لنا على نقطه الدايجرام ويفكر معايا ايه الداله الانسب ان انا ارسم ريكتانجل؟ اكيد مش هتبقى درو لاين صح؟ درو ريكتانجل ريكت هي هترسم. طب في واحده اسمها درو ريكت وواحده اسمها فيل ريكت، اختار مين؟ انا عايز ارسم مستطيل فاضي ولا مستطيل مليان؟ انا عايز ارسم مستطيل فاضي، يبقى هعمل بتاعه الدرو مش بتاعه المالي، مش مستطيل مليان. كويس، بيقول لك عشان تعرف ترسم مستطيل محتاج تعرف اربع معلومات، اربع معلومات ضروريه. طيب حد عايزين نفكر سوا بعيدا عن الكود اللي هو كاتبه. انا واحد عايز ارسم مستطيل في مكان ما، قولوا لي اربع حاجات او قولوا لي ايه الحاجات اللي انا محتاجها بغض النظر اربعه خمسه اللي يمكنوني ان ارسم مستطيل ما يختلفش عن اثنين. بمعنى انت هتقولوا لي المعلومات اللي انا هقولها دي هترجمها لرسم، واحد تاني هيسمع اللي قلتوه يترجمها لنفس الرسم، يعني ما يحتملش نفسه، يكون المكان بتاعها واضح ويكون الابعاد بتاعته واضحه. يا ليه اللخبطه دي؟ انت عايز ترسم مستطيل، اول سؤال عايز ترسمه فين؟ ايوه عايز ارسم المستطيل فين ده؟ يعني لوكيشن، لوكيشن بتاع مين؟ الاتفاق لوكيشن بتاع نقطه في المستطيل. اي نقطه في المستطيل؟ النقطه دي. ماشي. النقطه اللي فوق في الكورنر فوق على الشمال. عايز كمان كم معلومه؟ انا الوقت ده هرسم المستطيل من هنا. ناقص لي كم معلومه عشان ارسم المستطيل؟ انا واقف هنا دلوقتي هبني ارسم المستطيل. فاضل لي ايه المعلومات اللي ناقصاني؟ طول ولا خايفين ليه؟ عادي ممكن نغلط، ممكن اقول معلومه زياده مثلا. تمام؟ ممكن اكتفي بالوتر مثلا، واحد يقول لي ايه رايك؟ انا هقول لك طول الوتر. ارسم المستطيل. تفكير سليم ولا لا؟ واحد هيقول لي طول الوتر اهو، ارسم وتر من هنا وابني حوالين المستطيل. عندك مشكله في كده؟ وتوفرت عليك معلومه، عندي مشكله كبيره. انت قلت لي هديك وتر طوله 300 بكسل. حلو؟ واحد تاني قال لي يا باشا انا عايز وتر 300 بكسل برضه. خلي وتر عامل كده. نفس الطول اهو. يبقى المستطيل ده هو كان عامل كده، المستطيل التاني هيبقى عامل كده شويه، هيبقى مايل شويه. احنا عايزين يا باشمهندسين عشان تبقوا فاهمين كويس، معلومات ما تتكلمش اثنين، عشان حتى الدوال دي ما تحفظهاش. واضح. مستطيل يعني عايز اعرف نقطه بدايه ومعلومتين، همشي بالعرض ويتس وهمشي راسيا هايت. يبقى انا عايز معلومتين مش معلومه واحده، معلومه واحده ما تكفينيش ان ابقى عارف المكان بالظبط اللي هيتحط فيه المستطيل، لازم المعلومتين الويتس والهايت. طيب ترتيبهم ايه؟ نتفق بقى من دلوقتي عشان هيتكرر معانا، الويتس بيسبق الهايت في كل الفانكشنز بتاعت الايه؟ الجرافيكس. خلاص يبقى انا هقول لك الويتس، الويتس اللي احنا عايزين نعمله كام؟ وانت ارسم المستطيل. طيب مبدئيا درو ريكت، اديك البوزيشن بتاعك وليكن انا مثلا النقطه ديت عايز اعرف الاكس والواي بتوعها كام. انا ما عنديش مشكله في الموضوع خالص، بس في حاجه، هل انت عارف طول الفريم كام؟ حجم ابعاد الفريم؟ انا في الحاله دي انا عارف ابعاد الفريم، بس ايه رايك لو احنا اتفقنا اتفاق احسن ونخلي عايزين نرسم مستطيل نرسمه بدلاله ابعاد الفريم. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا هقول النقطه ديت على بعد واحد من العشره من الويتس ده كله. يعني كده البعد دوت واحد من عشره في الويتس ده كله هيديني المسافه دي. وهخلي النقطه ديت على بعد واحد من عشره من ايه؟ من الغايه ده. ايه لازمه التعقيد بقى والبتاع ويتس وهايت ايه؟ ما انت عارف ان الويتس ب 250 والهايت ب 300. ما تقول 25 و30 بكسل وخلاص. صح؟ ماشي. 25 و30 هيوافقوا نفس اللي بنعمله هنا بالظبط باستثناء واحد. لو جيت زودت حجم الفريم ده هو ايه اللي هيحصل؟ لو زودت حجم الفريم ده هو وانت سايب دوت 25 بكسل ودوت 30 بكسل هيبان المستطيل هنا. انا مش عايز كده، انا عايز المستطيل لو الفريم كبر يفرد معانا، لو الفريم صغر يصغر معانا. بمعنى اصح عايز المستطيل متناسب لابعاد الفريم. ده وجهه نظر، انت ممكن يكون في تطبيق تاني عايز المستطيل لا ابعاده ثابته ملوش دعوه بالفريم، الفريم لو صغر ياكل حته من المستطيل مش مهم، المستطيل ابعاده ثابته. لكن احنا هنا عايزين نخلي الموضوع ايه؟ ادبي، يعني المستطيل متناسب بالفريم. خلاص يبقى هنا
ايا كان حجم الفريم ده قد ايه ما يهمنيش، واحد من عشره منه هيروح كمسافه عند اللوكيشن الاولاني، واحد من عشره مسافه عند الايت. ماشي، دور كله على بعض هيبقى بكام؟ خليه مثلا ب 8 من 10 دوت. دور كله على بعض هيبقى كام؟ اي كان هديله مثلا 8 من 10 دوت. كده دلوقتي انا عرفت ابعاد الايه؟ المستطيل اللي انا عايز ارسمه. كل دي اختيارات انا عاملها عشان تحقق هدفي. انا دلوقتي ممكن اعمل اختيارات غير دي، انا خلاص عارف الترتيب اللي هبعت له بيه المعطيات وهو هيفهمه، بس انا حاليا بحاول ايه اظبط الشكل قدر الامكان يبقى شكل مقبول يعني المستطيل ده. طيب مبدئيا انا واضح ان انا محتاج اعرف الويدث بكام والهايت بكام. هي دي محتاجه سؤال. الويدث والهايت ب 250 و 300. ايوه عايز اعرف انا كده الويدث والهايت بتوع المبنى بكام. يبقى انا عندي متغير انتجر مثلا هسميه ويدث، اقول له هات لي جيت الويدث. ايه جيت الويدث دوت؟ ده فانكشن موجوده جوه الجي بانل. عرفت منين انها فانكشن موجوده جوه الجي بانل؟ اهو من توازن الجي بانل لو في غيرها. انا ما كتبتش حاجه ثانيه، ما كتبتش فانكشن اسمها جيت ويدث هنا، وانت ما فيش ليك مكان يبقى عندك الفانكشن غير الجي بانل. يبقى انت جايبه منين؟ طيب عندك البايت، هجيب هجيب البايت. انا حاليا معايا ويتس ومعايا البايت، عايز ارسم بقى مستطيل. ايه الاختيارات اللي معايا او ايه المعطيات اللي عندي؟ انا عارف ان ده اللي الدرو ريت ديت بتاخد. اول حاجه اللوكيشن اكس واللوكيشن واي. اللوكيشن اكس عباره عن ايه؟ واحد من عشره في لايف. هو انا بعد منين معلش؟ النقطه صفر وصفر منين؟ اقصى الشمال فوق. ماشي، خلاص الباقي مساله تعويض. اكس واحد من عشره في الهايت والويتس نزول، واي واحد من عشره اكس معلش واحد من عشره في الويتس، والواي واحد من عشره في الهايت. وبعد كده النقطه اللي هو مستنيه التالت ايه؟ احنا اتفقنا دايما في الدرو الويتس دايما بيسبق الهايت. يبقى هاخد الويتس 8 من عشره في قيمه الويتس و8 من 10 في قيمة الهايت.